وفاة العالم للهيثم. الحسن بن الهيثم عالم مهندس يلقب ببطليموس الثاني من أهل البصرة. بلغ خبره الحاكم بأمر الله الفاطمي صاحب مصر، ونقل إليه أن في ذهنه مشروعا لضبط جريان النيل، فاستدعاه وطالبه بتنفيذ مشروعه، وبعد الدراسة اعتذر عن التنفيذ. ثم تظاهر ابن الهيثم بالجنون فصودرت أمواله وأغراضه، ولما مات الحاكم عاد إلى نشاطه وتفرغ للكتابة والتصنيف، فألف أكثر من 70 كتابا، منها المرايا المحرقة، المناظر، كيفية الإضلال، ارتفاعات الكواكب وغيرها. توفي في القاهرة عن عمر ناهز 73 عاماً.